روماني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أهداف الدرس: يتوقع من التلميذ بعد دراسته لهذا الدرس أن يسرد التلميذ قصة إسلام مازن بن غضوبة. نتعرف دور الصحابي مازن بن غضوبة في إسلام أهل عمان. يلخص أهم الأعمال التي قام بها الصحابي مازن بن غضوبة. يعتز بالأدوار التي قام بها الصحابي مازن بن غضوبة. يستشعر الطالب قوة إيمان مازن بن غضوبة. يرسم الطالب مسجد المضمار مستعينا بخياله. السلام عليكم يا أصدقائي، هل أنتم جاهزون لرحلة اليوم؟ سنذهب بعد قليل إلى حديقة جميلة، وفي الطريق سأحكي لكم قصة رائعة لرجل عظيم. كان في سمائل رجل اسمه مازن بن غضوبة، فسمع يوما عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن الدين الإسلامي الذي يدعو إليه، تذكر في صحة ما يقوم به من عبادة الأصنام، فقرر السفر إلى المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم. وعندما وصل المدينة المنورة استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فانشرح قلب مازن إلى الإسلام ودخل فيه. فكان مازن بن غضوبة رضي الله عنه أول من أسلم من أهل عمان. طلب مازن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لعمان وأهلها بالخير، فدعا لهم. ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا مازن آمين، فإن آمين يستجاب عندها الدعاء. فقال مازن: آمين. أشاهد وأجيب. أشاهد المقطع المرئي لرحلة مازن رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، ثم أجيب على الأسئلة. تعالي أيتها الناقة. هي يا أخ العرب، دلنا على طريق نزوة. سر على جادة الطريق مستقيما حتى تلوح لك معالم ديار قائمة. هي تلك. جزيت خيرا يا ابن الكرام. أمن الحجاز أنت؟ نعم، وقد جئت عمان قاصدا التجارة. قل لي، ما وراءك من أخبار؟ لقد ظهر بيننا رجل من رحم قريش، ولقد قامت له الدنيا ولم تقعد، واختلف العرب في أمره، يقال له محمد. وما أمره؟ يقول الناس إنه نبي مرسل من إله أحد، وينهى الناس عن عبادة الأصنام التي نحتوها بأيديهم. يقول لهم: أجيبوا داعي الله، والناس بين مصدق ومكذب. وما وصف محمد؟ وصف محمد؟ محمد بهي الطلعة، كامل الخلق والخلق، صادق أمين، لم نره ساجدا لصنم قط. لا، وإن صخت بأذنك لما يتلو من آيات تعجبت، فما جاء بمثلها جن ولا إنس. أيقنت أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. في ظلام الليل حملت معولي، فسرت متخفيا. سأكسر هذا الوثن. ركبت راحلتي ورحلت خائفا متكتما، رغم العطش ووحدة الطريق والرهبة من وحوش الليل. لم أكن آمه بكل ذلك إلا
أن الشوق لرؤية محمد بن عبد الله قد أخذ مني مأخذه الذي سأطمئن معه وتطمئن به عمان. بعد العناء وصلت أرض الحجاز وقد لقيت محمدا، ووالله إنه لنبي، وما جاء به من ربه لهو الحق. الآن وقد فرغنا من بناء مسجد المضمار وركعنا وسجدنا لواحد أحد، أبشركم فقد دعا لنا النبي فقال: اللهم اهدهم. فقلت: زدني يا رسول الله. فقال: اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا. هيا يا أصدقائي لنجيب على الأسئلة معا. ما الوسيلة التي استخدمها مازن رضي الله عنه في السفر إلى المدينة المنورة؟ فعلا استخدم الناقة. استنتج المتاعب التي واجهته في الطريق. ممتاز. العطش والوحدة والخوف من الوحوش في الليل. في رأيك لماذا واصل رحلته مع أنها كانت متعبة؟ جميل. الشوق إلى رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والاطمئنان إلى رؤيته. بعد إسلام مازن بن غضوبة رضي الله عنه قام بالعديد من الأعمال، أهمها دعا أهل عمان إلى الإسلام وبنى مسجد المضمار للعبادة وتعليم الناس أمور دينهم، وسافر مرة أخرى إلى المدينة المنورة شوقا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يبشره بإسلام بعض أهل عمان وأن عمان أخصبت وكثرت الأرباح فيها، كما أنه شارك في الفتوحات الإسلامية. هناك معلومة مثيرة يا أصدقائي، يسمى المسلم الذي يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابي. هيا يا رفاق لنلعب معا استراتيجية الكرات الملونة. اختر كرة واحدة وقم بالإجابة على السؤال الذي بداخلها. الولاية التي ينتمي إليها مازن بن غضوبة هي؟ صحيح، سمائل. الكلمة التي تقال بعد الدعاء هي؟ فعلا، آمين. المسلم الذي يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم يسمى؟ ممتاز، الصحابي. المسجد الذي بناه مازن بن غضوبة رضي الله عنه هو مسجد المضمار. أتخيل وأرسم. أتخيل المسجد الذي بناه مازن بن غضوبة رضي الله عنه وأقوم برسمه. أنتم مبدعون جدا يا أصدقائي، بارك الله فيكم. من أخلاقي أفتخر بالعظماء الذين أنجبتهم بلادي عمان وأقتدي بهم. التقويم الختامي. هيا يا مبدعون أجيبوا على هذه الأسئلة. لماذا نقول كلمة آمين بعد الدعاء؟ ممتاز، لأن كلمة آمين يستجاب عندها الدعاء. ماذا كان يعبد أهل عمان قبل الإسلام؟
بارك الله فيك. الأصنام، ما هو أول مسجد بني في عمان؟ أحسنت، المضمار. يوجد لديكم يا طلابي واجب منزلي جميل. شكرا لحسن استماعكم يا أصدقائي. لقد وصلنا إلى الحديقة الجميلة، هيا بنا لنلعب ونمرح.